اليوم جينا لواحد الدوار كان متضرر بالزنزان، ولكن فاش جينا لقينا تبارك الله الخير، لقينا اللوز، لقينا القرقاع، لقينا التفاح. فاش كنسولو الناس ديال الدوار على التفاح هذا كيفاش كيتم البيع ديالو والشجرة شحال كتعطي من الصندوق، فرجع بينا تقريبا قال لك واحد 10 سنين اللور هاد الشجرة هادي، كاينة هاد الشجرة وكاينة شجرة أخرى. شجرة كاينة تقريبا كتعطيك 30 صندوق، شجرة وحدة كتعطيك 30 صندوق ديال التفاح، ولكن من بعد الجفاف والماء اللي ولا قليل ولات الشجرة كتعطيك 2 صنادق، 3 صنادق، إلا كثرات كاع 4 صنادق. ولكن الحمد لله من بعد هاد الزنزال هذا الماء بدا كيرجع شوية، بداو كيسقوا الشجر تاعهم فهاد 5 أيام من بعد الزلزال. الحمد لله قرب أخويا تبارك الله تحت وحدي، اللهم بارك. شد لي فهاد، شد لي هذا، اللهم بارك. الخيرات تاع سيدي ربي تبارك الله. ولهذا الشيء كاين غير في مدينة الإقليم ديال تارودان، هذه حمراء وهذه خضراء، خيرات تاع سيدي ربي. وما عمرني كنت عارف واش كاين، واش كاين التفاح في تارودان بهذه الكمية تبارك الله. هنا تقريبا كاين واحد العشرات الهكتار ديال التفاح، اللهم بارك. هذا الشيء كامل كيتم البيع ديالو السوق في الأسواق المغربية، اللهم بارك. وهذا الشيء اللي طايح هنايا سبابه غير الزنزال، الزنزال هو سبابها، يعني الشجرة كاملة كتحرك وكتلوح التفاح.